ومع ازدياد الإقبال على السوشيال ميديا ارتفع أعداد روادها يوما بعد يوم خلال السنوات الماضية، وانتشرت فكرة حرية الطرح والتعبير، وزادت أهمية مجال صناعة المحتوى المرئي. وصناعة المحتوى إما للترفيه أو لإيصال رسائل للجمهور من خلال تقديم المواد الإعلامية للوصول لأكبر قدر من الناس وكسب تفاعلهم كذلك. وأهم عنصر في المحتوى هو صناعة المحتوى المقدم. واليوم أحببنا أن نستضيف معنا في صباح بلقيس عبر السكايب صانع محتوى يمني لكنه مختلف ومميز، ذلك عن طريق فيديوهات ظريفة بأسلوب الرسم الكرتوني ثنائي الأبعاد، وكلها تناقش قضايا ولكن بشكل مضحك وساخر. اليوم معنا الفنان أحمد جابر المعروف والملقب باسم أحمد تون. يسعد صباحك. يسعد صباحك وديان، ويسعد صباحك تميا. وأخيرا شفناك يا أحمد. إحنا نعرف أحمد تون، لكن اليوم نشتي نتعرف على الشاب الموهوب أحمد جابر. من هو أحمد جابر؟ والله قبل كل شيء أحب أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وأحب أشكر طاقم قناة بلقيس وكل المشاهدين طبعا. أنا أحمد جابر، ترعرعت في مدينة صنعاء في اليمن، عمري 22 سنة، انميتر وصانع محتوى على السوشيال ميديا. ما شاء الله. يعني أحمد، من متى وأنت يعني بدأت تهتم بمجال صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شغفي في هذا المجال بدأ من لما كان عمري تقريباً 10 سنوات. يعني بدأت كنت أرسم كاريكاتير عن أفكار هادفة، بعدين تطور الموضوع إلى أن بدأت أعمل حرك الرسوم وأعمل أنيميشن فيديوهات قصيرة على السوشيال ميديا. جميل. طيب أحمد، كثير نشوف ما شاء الله، أنت عارف الشباب اليمنيين والعرب يعني بشكل عام أصبحوا مقبلين كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحوا صانعين محتوى كلهم بطريقته الخاصة، سواء بالتيك توك سواء بالإنستغرام أو اليوتيوب، لكن قليل ما نشوف يمنيين دخلوا مجال صناعة المحتوى من خلال يعني الرسم أو الأنيميشن. يعني ليش اخترت هذا الشيء بالذات؟ أنا اخترت المجال هذا بالذات بسبب أن المجال هذا يعطيك مساحة لا محدودة يعني للتعبير عن خيالك مهما كان واسع. يعني فالموضوع هذا عجبني، أنه مهما كانت فكرتك يعني مجنونة وخيالية تقدر توصلها للمشاهد بكل سهولة عبر الانيميشن، فهذا الموضوع ممتع جداً. لاحظنا نعم. هذا في الفيديوهات الظريفة. طيب ممكن تحكي لنا كيف تعمل هذه الفيديوهات بداية، من يعني لما تجيلك الفكرة وحتى التنفيذ؟ يعني الموضوع يبدأ يعني باستلهام فكرة معينة، ثم تنتقل إلى كتابة السيناريو أو الحوار، بعدين تقوم بتأدية الأصوات، ومن ثم ترسم الشخصيات، بعدين تحرك الرسوم، ومن ثم تتجه إلى المونتاج، تنتج الفيديو، بعدين تنشر. طيب أيهما أصعب أكثر، يعني مرحلة الرسم أم بداية كتابة السيناريو؟ هل الفكرة هي دائما تكون أصعب من الرسمة، ولا أنت كيف تشوف؟ دائما إيجاد فكرة وخلق فكرة هو أصعب بارت يعني بالموضوع، بس لما تكون الفكرة يعني واضحة في في في, في مخيلتك، فالمواضيع الأخرى تكون سهلة، سبيشلي إذا أنت تحب العمل، يعني تحب الرسم والأنيميشن، فالموضوع راح يكون سهل بالنسبة لك. لكن أكيد الموضوع يحتاج يعني شغل وجهد كبير. يعني طيب أحمد، الأفكار بتستلهمها من فين؟ يعني هل من الترندات أو من حياتك اليومية، أو مثلا تشوف بعض الفيديوهات وتقتبس؟ طبعا أنك تستلهم أفكار هذا شيء طبيعي، يعني ضروري أنك تستلهم أفكار في بداية الأمر، لكن كل ما طورت في شغلك كل ما بدأت تنتج أفكار من ذات نفسك. يعني فعلا، وموضوع إنتاج الأفكار يعني يحتاج إلى يعني مطالعة كبيرة لأغلب الأشياء التي تهم الشباب. لو تكلمنا الآن على الجمهور اللي بيتابعك، كيف تشوف ردود فعل الجمهور وتفاعل الجمهور مع الفيديوهات؟ والله الحمد لله، يعني تفاعل الجمهور أو إقبال الجمهور على هذا النوع من المحتوى هو إقبال كبير جدا. يعني مثلا متابعيني
أشوفهم من أغلب الدول العربية يعني، مش مقتصرين فقط على اليمن رغم أنه أتكلم اللهجة اليمنية، بس الحمد لله المتابعين من أغلب الدول العربية، فالإقبال على هذا المحتوى هو إقبال كبير جدا. يعني ليش في متابعين غير يمنيين برأيك؟ يعني كيف جذبت هذه المتابعين غير اليمنيين؟ احنا عادة لما نعمل محتوى يمني يكون دائما محدود على إطار اليمنيين، انت أيوة كيف خرجت ما شاء الله الى على مستوى العرب؟ والله بسبب ان الفيديوهات تحاكي واقع اي انسان يعني عادي في المجتمع، مهما كنت من اي بلد كنت، فالفيديوهات راح تحاكي الشيء اللي تمر فيه. زي مثلا لما عندي احد الفيديوهات، مثلا لما الشيشه، مثلا اشوف ان اغلب العرب يشربوا شيشه يعني رغم ان هذا الشيء مضر، فالفيديو كان فيه فكره في النهايه، فكره يعني او هادف يعني، فلما يشوف الفيديو المشاهد يحس انه نفس الشيء اللي يمر فيه، او احيانا مشكله النوم الكثير يعني، او التكاسل لما تصحى بالصباح، هذه مشكله اغلب الناس يعني يواجهوها، او اغلب الشباب. فالفيديوهات هذه لما تحاكي المواضيع هذه توصل لعدد جمهور اكبر يعني. وهذا الذكاء يعني، انك تختار مواضيع مشتركه بين كثير من الثقافات العربيه. طيب يا احمد، هل تعتقد انه الناس تحب تشوف الشخص هو نفسه، وخاصة أنه الناس حتى بدأت تحط يومياتها على السوشيال ميديا وتشاركها، أو أن مثلا فكرة أنك تنزل بشخصية كرتونية هذا يخلق نوع من الفضول والحماس للجمهور؟ أيوة صح، يعني مثلا لما أجي أنا أرفع الكاميرا وأصور يكون شيء عادي، لكن لما مثلا أرسم الشخصية من ثم أرسم مثلا يعمل حوار مع سيارة، ولا يعمل حوار مع الموبايل، مع المخ ايوه مع المخ، فالجمهور يحب يشوف الخيال اكثر من الواقع. يعني انك تخلق لعالم افتراضي ويشوفه بعينه يستمتع اكثر باعتقادي يعني. طيب هل الشخصيات هذه لها اسماء معينه انت يعني حاططها، ولا احكي لنا عن الشخصيات؟ والله يعني في اسماء، مثلا اسم الشخصيه الرئيسيه انا سميته افرو بسبب ستايل الشعر يعني شعر افرو، أيوه. فكان اسم الشخصيه افرو، بس يعني مش موضوع اسماء، انا لسه ما حددت لكل الشخصيات اسماء، المواضيع تكون عشوائيه زي ما قلت لك، فلحد الان لسه مشروع يعني صغير، قاعد اعمل بس سكتشات بسيطه على السوشيال ميديا، بس ان شاء الله يتطور الموضوع. وزي ما قلت لك انا في العمل هذا تمر بالفكره الى السيناريو الى تاديه الاصوات الرسم التحريك، شغل وجهد كبير جدا، والشغل هذا كله انا اسويه لوحدي، رغم انه احيانا تحتاج فريق كامل عشان يعمل الشيء هذا. ايوه انا الان ايش اسالك بهذه النقطه، يعني ما شاء الله انت ترسم وتحرك وتختار الافكار وتعمل الاصوات للشخصيات، انا شفت يعني ما شاء الله فنان ما شاء الله. ايوه شفت فيديو كثير ضحكني، هي اغنيه كاس العالم، وكيف ان علقت في اذهاننا برغم الجدل الكبير الذي حصلت عليه. هل تقدر تواكب الترندات يا احمد، ولا تعتقد لانه ما شاء الله شغلك يعني يحتاج جهد كبير فانت ما تلحقش هذا الشيء؟ طبعا بلا شك لما تكون تعمل في السوشيال ميديا تحتاج انك تواكب الترندات من حين إلى آخر، لكن يعني أغلب فيديوهاتي تكون أفكار مختلفة أو أفكار عشوائية أقوم بالشغل عليها، لكن من حين إلى آخر ضروري تواكب الترندات. مثلاً الآن في كأس العالم، أغلب العالم يتابعوا كأس العالم، فضروري تعمل سكتشين على كأس العالم فقط عشان تواكب الشيء هذا. فعلاً يمكن هذه أحد الطرق اللي يستخدموها صناع المحتوى يعني نقول للتفاعل، وأيضاً لزيادة عدد المشاهدات على المحتوى اللي بيصنعه. طيب هل هناك محتوى عربي أنت تحبه وتتابعه تأثرت ببعض هذه الأعمال الموجودة على السوشيال ميديا؟
المحتوى العربي في السوشيال ميديا تطور بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة يعني، فمن كثرهم يعني ما عندي واحد أقدر أذكره الآن بالضبط، بس أنا أتابع يعني ناس كثير. طيب يعني أنت قلت من كثرهم، وهو فعلاً من كثرهم اليوم نشوف كثير. أيوة. وحتى نعتبر أنا أعتبره زي الهجمة يعني، أفتح الانستغرام، أفتح الفيس، أفتح الآن في خاصية جديدة حتى على الفيس يعني، ونشوف هذه الفيديوهات. نعم. ولكن أحمد، إنك تصل لأكبر عدد من الناس هذا مش سهل، وإحنا نشوف كثير من المحتوى الجيد والهادف سواء على ناحية الترفيه أو الفائدة، لكن للأسف ما ياخدش حقه. على ماذا تعتمد في التسويق على محتواك؟ والله الشيء اللي اعتمدت عليه أنا كان الاستمرارية، يعني لما استمريت بالشغل على الشيء اللي أسويه الحمد لله يعني زي ما يقولوا زبطت معي بالأخير يعني. فالاستمرارية هي الحل، مهما الشيء اللي تسويه إذا كنت تحبه راح تستمر فيه، وإذا استمريت فيه بالأخير راح تنجح. فالتسويق الأعمالي هو كان الاستمرارية يعني فعلا، وهذا هو أهم مفتاح للنجاح في كثير من المجالات. نعم. طيب بالنسبة لاختيار القضايا اللي أنت تحب تناقشها، ما هو نوع القضايا اللي أنت يعني نقول حاطط عليها بقعة ضوء بشكل كبير على مختلف القضايا الموجودة في العالم؟ والله يعني أحيانا تواكب الترند، أحيانا تحصل قضية في المجتمع العربي فأنت تقوم بالعمل على سكتش يحاكي القضية هذه، أو أحيانا أنت تجيك مثلا يعني مثلا تفكر بشيء يحصل في المجتمع بقضية أو شيء ما فتعمل فيديو بهذا الخصوص يعني. طيب أحمد، أنت ما شاء الله اليوم وصلت على الانستغرام ل 100,000 متابع، وهذا رقم أكيد وصلت له بجهدك وخطتك في الاستمرارية. ما هو الرقم الذي يحلم أنه يوصله أحمد؟ طبعاً أحلم أني أوصل للمليون يوماً ما إن شاء الله، بس الحلم اللي أكبر منه اللي أحلم فيه أن أنا أعمل يعني عمل إما فيلم أنيميشن أو مسلسل أنيميشن يكون يشرف مثلاً بلدي، في ينشر خلال المنصات العالمية زي نتفليكس أو المنصات العالمية المشابهة لها يعني. هذا الحلم اللي أحلم أني أوصل له يعني. إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف هذا الحلم يتحقق، وما دام عندك العزيمة والاستمرارية بإذن الله بتوصل للأحلام اللي بتتطلع لها يعني. طيب باقي سؤال اللي هو موضوع وجودك في خارج البلد، هل هذا أثر على أفكارك، على اختيارك للمواضيع، على تنمية مهاراتك؟ هل لأمريكا يعني نقول شيء إيجابي في صناعة المحتوى اللي بتقدمه اليوم في على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا الغربة لما تغترب وتشوف مجتمعات أخرى يعني تتواصل مع ناس من دول أخرى ومن لهجات مختلفة وأفكار أخرى، هذا الشيء له رد إيجابي عليك في الآخر، لكن طبعا الشخص يفضل أن بلده تكون بأمن وأمان عشان خيرك كله يكون لبلدك يعني. إن شاء الله إن شاء الله أحمد، شاء الله. وإحنا كنا سعيدين بتواجدك معنا وفي انتظار فيديوهاتك الظريفة. أنا أسعد والله. أعطيك ألف عافية أحمد تون أو أحمد جابر، كنت معنا من أمريكا في صباح بلقيس. شكرا لك. أعطيك ألف عافية.